السلام عليكم خوتي اخواتاتي، مرحبا بكم في قناه هواه وعشاق الطيور. اليوم ان شاء الله غنتكلم لكم على واحد المنتوج كما كتشوفوا قدامكم. ميتافيت هو منتوج مهم في فتره او مرحله تغيير الريش، وايضا في مراحل اخرى على طول السنه. ميتافيت ان شاء الله غادي نتكلم لكم على المكونات ديالو وشنا هو الحوايج اللي فيه اللي مهمين للطائر في الفتره هذه ديال غيار الريش، وايضا غنوريكم الطريقه ديال التقديم وديال الاستعمال. اذا اخوان ميتافيت هو مهم في المرحله هذه، مرحله غيار الريش، تعطي للطائر القوه وتيكون عندنا ريش جيد مزيان، يعني الريش تيخرج في المكان ديالو، ما تكونش عندنا داك المشكل ديال الريش تيخرج تحت الجلد، تكون عندنا ريش اللون ديالو مزيان ولامع. ايضا فيه فيتامينات اللي تخليو الطائر انه يكون في صحه جيده وياخذ جميع الاحتياجات ديالو في الفتره هذه ديال غيار الريش. اذا من المكونات ديال الميتافيت هما الاحماض الامينيه الكبريت، ليزاسيد اميني. هاد ليزاسيد اميني هو مهمين للتكوين ديال الريش، وتحتوي حتى على البيوتين. البيوتين هو اللي يخلي التكوين ديال الكيراتين في الجسم. كما كنعرفوا الاخوان بان الريش ديال الطائر والاظافر ديالو المنقار ديالو تحتاجوا للكيراتين باش يتكونوا، يعني تيتكونوا من الكيراتين وتتكونوا من البروتينات ومن الاحماض الامينيه، ماشي من الكالسيوم كما تدعي شي وحدين، لان كانوا وقعوا في واحد الغلط السنه اللي فاتت ودغيا شي وحدين تلاحوا الفيديوهات يقول لك بغيتي يكون عندك الريش مزيان وغادي يعطي الكالسيوم الطائر ديالك باش يخرج عنده الريش. لا علاقه للكالسيوم مع الريش، الكالسيوم تعطى طول السنه، ايضا تتعطى في المرحله ديال غيار الريش، ولكن الاشياء اخرى ماشي باش عندنا ريشه مزيانه ولا باش. اذا الريش يحتاج تكوين ديال الريش هو الاحماض الامينيه، الكيراتين، البروتينات والماء. هاد الميتافيت يحتوي على هاد الاشياء هذه، منها اللاكتوز، منها الجلوكوز، منها الفيتامينات، فيتامين ا دي 3، فيتامين او، فيتامين سي، فيتامين مجموعه ديال الفيتامينات بي، منها فيتامين بي 1، بي 2، بي 6، بي 12، لي زاسيد فوليك، البيوتين اللي تكلمنا عليه، الميتيونين حتى هو اللي بغينا نتكلم على الحديد، يعني بزاف ديال الحوايج اللي تتكون فيهم منهم هاد المكمل الغذائي الميتافيت اللي تيساعدوا الطائر ان تكون عنده صحه جيده ويكون عنده ريش مزيان. الاوقات اللي كنقدموهم فيها كنقدموه في مرحله ديال غيار الريش من البدايه الى النهايه، المده ديال ثلاث مرات في الاسبوع، يعني ثلاث ايام في الاسبوع. ايضا بالنسبه للناس اللي تيديو الطيور ديالهم تيشاركوا في المسابقات والمعارض، تعطيوه المده ديال 4 ايام قبل ما يمشي للمسابقه باش الطائر تتهدن، ما يكونش في حاله ديال ستريس او الارق باللغه العربيه، وما تيدخلش لنا الطائر في غيار الريش الكاذب كما كنسميوه. ايضا ما نبغيو نبدلو الطائر من مكان لمكان، مثلا غنبدلو الغرفه ديال الطائر، اولا غنديو الطائر من منزل الى منزل اخر، اولا غنبيعو الطائر لشي واحد، يمكن لينا نعطيو ميتافيت لمده ديال 4 ايام قبل ما الطائر يبدل المكان ديالو او يمشي من بلاصه لبلاصه اخرى باش ما يريحش الريش. وهادشي اخوان عن طريق التجربه. اذا الطريقه ديال الاستعمال هي طريقة استعمال ديال تقريبا جميع ديال المكملات الغذائية. كما كنشوفو هذا هو ميتافيت، هذا هو الشكل ديال العلبة، هذه العلبة كبيرة وكاينة علبة صغيرة. كنحلوه كناخدو ملعقة، هنا كما كنشوفو دائما هاد البرودويات تكون عندهم معلقة ديال غرام، ملعقة ديال غرام واحد. غادي نحتاجو 250 ملل ديال الماء، ويفضل انه يكون ماء معدني او الماء ديال الخابية او ديال البيع. اذا غرام واحد من هذا المنتوج اللي هو ميتافيت، في 250 ملل ديال الماء معدني كما كتشوفوا. غادي نسدو العلبة، دائما العلبة تسد ترجع لمكانها ونحتفظوا بها في واحد المكان ما يدخلوش الضوء وما يكونش سخون بزاف. عفوا نسد القرعه، نخلطوا هذا المنتوج هذا مزيان.
ومن بعد نديروه في المشربيات كما كتشوفوا. انا دائما بالنسبه للمكملات الغذائيه ولا الادويه كنستعمل المشربيات الصغيره ديال 40 مليلتر. وكل طائر غادي نعطيوه المشربيه ديالو. بالنسبه للناس اللي عندهم طيور كثيره يمكن لهم يديروا جوج المعلقات اللي وريتكم في نص بيترو ولا ربعات المعلقات في بيترو ديال الماء ويفرقوا على الطويرات ديالهم كاملين لمده 3 ايام في الاسبوع. بالنسبه لمرحله غيار الريش وفي فترات اخرى اللي قلت لكم اذا كان غنبدلوا المكان ديال الطائر اولا غنسافروا الطيور ديالنا ولا غنشاركوا في المعارض مده ديال 4 ايام قبل ما نقوموا بالعمليه هذه. وايضا اذا كان عندنا شي مشكل واستعملنا الادويه هذا حتى هو راه تحتوي على الفيتامينات كنعطيوه من بعد يعني المضادات الحيويه ومن بعد البكتيريا النافعه كنعطيوها لمده 3 ايام حتى 5 ايام. ايضا الا كان عندنا الطائر ضعيف وناقص شويه في القوه ديالو يمكن نعطيوه لمده 5 ايام متابعه. ودائما من بعد استعمال الادويه والمكملات الغذائيه كنستعملوا منشط كبدي اللي تحتوي على ماده الكولين باش ينظف الكبد من البقايا ديال الادويه او ديال المكملات الغذائيه او الفيتامينات وايضا البقايا ديال السموم اللي كتكون مرصبه وديال الدهنيات. اذا الاخوان الى عندكم شي فيديو عندكم عفوا شي سؤال على هذا المنتوج هذا خليوه ليا في التعليق وانا غادي نجاوب عليكم. شي واحد متوقع شي حاجه ايضا خلي التعليق. عجبكم الفيديو ديروا لايك، ما عجبكمش ديروا ديسلايك، ما كاين حتى شي مشكل. ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو مقبل على اما منتوج اخر مكمل غذائي او دواء او لا شي موضوع مهم على شي مرض او لا تربيه ديال الطيور. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.